أنا رئيس بلدية بيتا واصف المعلا ورئيس مجلس الخدمات المشترك لمنطقة جنوب شرق نابلس. أود في هذه المداخلة أن أتحدث عن التعليم وعن معلمة بالتحديد. عندما نتكلم عن التعليم، التعليم هو هم يطول كل فئات المجتمع ويطول كل العالم، لأنه أصبح مؤرق لدى الجميع، وخاصة كيفية التعامل مع طلابنا وطالباتنا في هذه المراحل وفي هذه التاريخ اللي هو تاريخ مليء بالتطورات وبالأحداث. أريد أن أتكلم في هذه المداخلة عن معلمة. هذه المعلمة هي تدرس في مدارس بيتا، بلدة بيتا، وتهم لينا رشيد البيطار، معلمة، ونود أن نرشحها لجائزة أفضل معلم بالعالم لكثير من الأسباب التي تخص وتميز هذه المعلمة الكفؤة وذات القدرات والإمكانيات العالية. استطاعت هذه المعلمة أن تعمل على غرس القيم والسلوكيات الاجتماعية والوطنية وحب المدرسة نتيجة حب هؤلاء الأطفال والتلاميذ لمعلمتهم. هذا الحب ناتج عن تقدير الطلاب للتعامل المميز الذي تمتاز به هذه المعلمة، وكثير من الطلاب والطالبات يعتبرونها الأم الثانية وأمهم في المدرسة. استطاعت هذه المعلمة أن تعمل على بناء الشخصية بشكل إيجابي، قادر على تطوير المجتمع وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية نتيجة هذه القيم التي تطرحها المعلمة في نفوس وأذهان طلابها. تتبع هذه المعلمة نتيجة خبرتنا وعلاقتنا ومشاهدتنا لهذه المعلمة أساليب حديثة وأساليب تربوية، وحتى أساليب ضبط تربوية بعيدة عن العنف وبعيدة عن المفاهيم الكلاسيكية في التعامل مع الطلاب، والشيء الذي يحفظ كرامة الطالب في داخل الغرف الصفية وعن طريق تطبيق القواعد السلوكية السليمة.